الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده على ومجده واسأل عفوه وتوسلا، وصل على خير الانام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا، وبعد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عود طيب مبارك الى دستور السماء والارض يتلوه عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد ابو العين الغلوش، قارئ القرآن الكريم وعضو نقابة القراء والمقيم بقرية برما مركز طنطا محافظة الغربية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا الصلاة يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية وينفق مما رزقنا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم وينفق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر
سألتموه وآتاكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل إنهن أضلن
أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات
ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الصلاة ومن ذريتي ربنا قوم الحساب ولا تحسبن إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا نجب دعوتك ونتبع الرسل. ولم تكونوا أقسمتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا. وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله يوم تبدل الأرض الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار صدق الله العظيم.